سلام ومبروك العيد. نظرا ان من اخر فيديو ديالي تال دابا طراو بزاف ديال الحاجات كنت باغي ندوي عليهم، قلت مع راسي اجي ندير واحد الفيديو نتكلموا فيه على كل شيء هادشي اللي طرا، من الاشارات ديال رمضان حتى لبعض الدراما ولا الباد بوز اللي طراو في انترنت هاد الشهر اللي فات. ايوا جلسوا مزيان وارتاحوا، غنبداو بالموضوع الاول. اش داكشي دار الدالية هاد رمضان باش تسرفي على الموجه تاع الاي اي ارتفيشال انتيليجنس؟ جات الماركه الدالية هاد رمضان بواحد الماسكوت جديده. الا كانت شحال هادي غير واحد بيرسوناج في الباكاجين ديالها، هاد العام قرروا يجيبوها لينا اون 3D في انفيرونمون غير، بمعنى اخر صوبوا واحد بيرسوناج 3D وحطوه وسط الناس ديال بصح. الا كانت هذه واحد الفكره زوينه انهم يدوزوا لنا الماسكوت ديالهم كواحد الشخص ديال بصح، التطبيق في الحقيقه كان دون المستوى. الا كان هذه سنين داري عندها شوميشه اللي تقدر تدوز بها اشهارات كل عام ودير بها لي زافيشاج باش حتى واحد ما ينساها، داليا حتى هي كانت باغا الماسكوت ديالها. المشكل هو دارتها بطروادي، ولكن واحد طروادي خايبه فواحد العالم فين طروادي غاده وكتطور كانت باش تكون نقيه ولا كاع باش تولي فوتو رياليست. داليا دار لنا واحد طروادي بحال مصوبه شي دري صغير في بينت. الحاجه اللي واضحه هي انهم في الحقيقه عاودوا غير الراس تاع داك البيرسوناج، حيت نشوف واحد الفرق كبير ما بين لا تيكستور تاع الجسد اللي هو جسد تاع شخص بصح مقارنه مع هذاك الراس اللي مصوب 3D كامل، وتا شي غوندو 3D ما كان دار، يعني كيبان مرسوم وفيه بزاف تاع لي بيكسل. من هادشي كله نقدر نصفقوا على داليا، حيت كانوا هما الاولين اللي جاوتهم هذه الفكره وهما الاولين اللي داروها في السوق المغربي، ولكن مالوغوزمون لابليكاسيون ما كانتش في المستوى، وهذاك الشيء علاش هاد الاشهار كله فالسو. هاد العام في رمضان شفنا واحد الاشهار غريب، واحد الاشهار ما كيبيع لنا حتى شي ماركه، جيب الحليب يو اتش تي. الا كانوا هادي واحد عامين كنشوفوا الاشارات تاع جي بي سي كارتون وكنقولوا اش كيدير اشهار تاع البي تو بي في التلفازه، هاد المره لانتيغي تاع تيترا باك واضح. تيترا باك شركه تاع لومبالاج معروفه عالميا، هي مولات البروسيدي دو كونسيرفاسيون اللي سميتو يو اتش تي. الغرض ديالها من الاشهار هو تفهم للناس الاهميه تاع الحليب يو اتش تي، وهذا الشيء مقابل اي نوع د كونسيرفاسيون واحد اخر، وعندها الحق. يو اتش تي كيمكن الشركه تاع الحليب يصاوب واحد المنتوجات اللي كيبقاو 6 شهور بلا حتى شي كونسيرفاتور ولا مواد حافظه، وهذه كانت واحد الحاجه اللي ماشي كلشي الناس كيعرفوها. هذاك الشيء علاش تيترا باك كان عندها الحق دير الاشهار باش تبينو اكثر. هكا في بلاصه ما تيترا باك تسنى كل شركه دير الاشهار من جهتها وتفسر شنو هو اليو اتش تي، اتصلوا بلاجونس لي فيكوم وداروا هاد الاشهار ديالهم، وهكا لصقوا ليا في راسي سلوغون جيب الحليب يو اتش تي. هاد العام في رمضان كان العام ديال عيد ميلادات، كانت بيوغناش ولا جبلي كلشي جا يحتفل بعيد ميلاد ديالو في الاشهارات ديالنا. هادي واحد الطريقه زوينه للشركات باش يبينوا انهم قدام في السوق، وبهذه الطريقه قدام في السوق يعني جديرين بالثقه، دين دو كونفيونس. وفي الاشهارات كل واحد فيهم كيفكرنا كلشي داكشي اللي داروا هاد السنين كاملين، وهذه كانت واحد الحاجه انتريسونت ندوي عليها. واحد لاجونس سنغافوريه صوبت واحد ليكستنسيون ديال جوجل كروم مصوبه رمضان، تخيلوا معايا اد بلوك ولكن ديال الماكله. هادشي اللي دارت لاجونس اولترا سوبر نيو بواحد ليكستنسيون سميتها رمضان شيلد. هاد ليكستنسيون كتاناليزي لا باج ديالك في جوجل كروم وتتخبي كلشي تصور ديال الماكله ما حد الشمس باقي ما هبطاتش. هكا الا كنتي صايم وفيك الجوع ما عمرو ما يطلعوا لك تصاور ديال الماكله تشهيك. هذا واحد الكود كوم زوين من هذيك لاجونس اللي كان يستاهل ندوي عليه. اجي ندوي على الشرقي. في الوسط تاع الشهر اللي فات الشرقي خرجوا واحد لاغام تاع لي برودوي جديده، واحد لاغام دو برودوي ايبر بروتيني غدا تاع 72 غرام في القرعه تاع 900 غرام، واحد لاغام سبور اللي موجه للناس اللي كيديروا سبور ولا مثلا في رمضان الناس اللي خاصهم واحد الحاجه اللي غتجيب لهم ان ابور دو بروتين مهم باش يقدروا يدوزوا النهار مرتاحين. إلا كانت هاد القصة تحبسات هنا كان غيكون لونسمون برودوي عادي من طرف شركة بحال شرقي. المشكل هو في لاكومباني اللي داروها استعملوا تصويرة تاع عز الدين أناحي، وهنا فين الوليدات تاع بروميير اني ماركتينغ تعصبوا في انترنت. كيفاش ديروا أناحي هو رقي وق؟ واش دابا أناحي سي ان بون شوا بوغ ان برودوي بروتييني؟ هادو اللي خدامين في ماركتينغ ديال شرقي خاصهم يجريو عليهم. هادشي اللي كنا كنسمعوا في انترنت. أجي نفسر لكم. اول نقطه، البروتين ماشي واحد الحاجه اللي خاصه بالناس اللي باغيين يكبروا العضلات ويديروا ميسكولاسيون، ولكن هي واحد الحاجه اللي كيستعملوها كلشي الناس وكلشي الرياضيين واخا يكونوا ما باغينش يديفلوبيو لي ميسكل ديالهم. الحاجه الثانيه هو في الكونسيبت ديال برودكت اندورسمنت، الحاجه المهمه هي الصوره تاع ديك الشخصيه في السوق ماشي لاش كتشبه.
وناحي ولا رقراقي واحد الناس اللي يعيشوا المغاربه كاملين واحد الاحساس اللي مشى لهم من هادي سنين، ممكن كاع من 2004 في كاس افريقيا في تونس. الصوره ديال اناحي ملاصقه كليا مع الرياضه ولا بيرفورمانس، وهذا الشيء غادي مع الفكره ديال بوش يور ليميتس. الا كانوا بزاف ديال الناس كيبان لهم انه رقوق وما قاد يدير والو في لا كوب دو موند، لكن خاصني نفكركم ستة اكبر اللعابه واكبر المدربين. اه بصح كانوا يقدروا يجيبوا شي واحد مفورمي شي رياضي ولا كاع شي انفلونسور، ولكن هذا ما كانش غيكون عنده نفس الامباكت، حيت اناحي كلشي الناس كيعرفوه، ماشي غير الناس اللي كيهتموا بالرياضه ولا بالمسكولاسيون، ولكن المغاربه كاملين حيت كلهم تبعوا لا كوب دو موند. وهذا الشيء بنفس الطريقه اللي حتى واحد ما غادي يفكر في رونالدو فاش يكون باغي يشري فرايد تشيكن، ولكن هذا الشيء ما منعش كاي اف سي انها ديروا في الاشهارات ديالها، بالرغم ان رونالدو ما كيمثلش الكومفورت فود ولا الجنك فود، ولكن واحد السيد اللي كياكل كلشي هيلثي. حيت هنا الفكره هي كنهتموا بالصوره ديال الشخص، شحال تاع الناس عز عليهم، وبهذا الشيء شحال من واحد غادي يهتم بالاشهار الا كان هو فيه. من هذا الشيء كله هاد لا كومباني تاع الشرقي ما كانتش باد بوز، بالعكس كانت واحد الكومباني عاديه اللي كانوا بعض الناس غادي يشوفوها ويعقلوا عليها، ولكن بالتعصاب ديال الانترنت ولات واحد لا كومباني واعره اللي كلشي الناس كيدويو عليها وزاد شهرات واحد البرودوي. واخر نقطه ما عندها حتى شي علاقه مع الشرقي، واش كتعرفوا شي واحد عيطوا لي التجنيد الاجباري؟ بانوا لي داروا انفستيسمون كبير في اشارات هذا العام في رمضان، وما فهمتش كيفاش باقي حتى واحد ما دار لينا فلوغ تما ولا بارطاج التصاور في انستغرام ولا في يوتيوب. الا عندكم شي خبر لهذا الموضوع قولوا لي في كومونتير، حتى انا بغيت نعرف. اللي بقى من الاشهارات اللي شفت هذا العام في رمضان كانوا عاديين بحال ديما، ولكن الا بان لكم شي اشهار واعر وما دويتش عليه قولوا لي في كومونتير نبحث فيه حتى هو. سينو الا كانوا كيهمكم الاشهارات ديال رمضان درت بزاف تاع الفيديوهات على هذا الموضوع، كليكوا عليهم باش تشوفوهم، لابد غتعلموا شي حاجه. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I could change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know.